I think is potentially very close to completion. It needs to be truly a pathway to a Palestinian اهلا بكم في ملف اليوم معي انا ماجد الفارسي وكان الرياض تتجه نحو فك الارتباط بين اقامه شراكه استراتيجيه مع الولايات المتحده وبين التطبيع مع اسرائيل فالتطبيع له بنوده وشروطه واحتياجاته الملحه وتبددت فرصه ما بعد حرب غزه اما الشراكه مع واشنطن فهي ممكنه الحدوث على ان ترسم بطريقها مسارا محتملا لعلاقات دبلوماسيه مع اسرائيل صفقه تاريخيه بين واشنطن والرياض ان حدثت فان من شانها اعاده تشكيل الشرق الاوسط فهي الى جانب كونها ستعزز امن المملكه ستعزز كذلك موقف الولايات المتحده على حساب نفوذ الصين وايران ولكن هل من السهوله بمكان جعل الكونغرس يوافق على صفقه امنيه بين واشنطن والرياض خصوصا اذا اختارت اسرائيل عدم الانضمام اليها قال وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكين خلال وجوده في المملكه العربيه السعوديه ان رياض وواشنطن قامتا بعمل مكثف خلال الاشهر الماضيه لبلوره اتفاقيه بغيه التطبيع مع اسرائيل وان نتائجها ستكون قريبه جدا من الاكتمال فيما يتعلق بملف التطبيع بين المملكه العربيه السعوديه واسرائيل يجدر بي القول انه قد قطعنا اشواطا مع السعوديه بهذا الخصوص في غضون الاشهر الماضيه وفي الحقيقه لطالما وضعت السعوديه شرطين اساسيين من اجل المضي قدما في هذا الملف وهو التهدئه في غزه ومسار حقيقي لتطبيق مبدا حل الدولتين واقامه الدوله الفلسطينيه في نفس الحدث قال وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان ان اتفاق شراكه ثنائيه مع الولايات المتحده بات قريبا جدا واكد الوزير السعودي انه يجب قيام دوله فلسطينيه بقرار لا رجعه فيه أعتقد أننا قريبون جدا من توقيع اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة معظم العمل تم إنجازه بالفعل لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية يجب قيام دولة فلسطينية بشكل ذو مصداقية ولا رجعة فيه من جهة قال السناتور الجمهوري لانتي جراهام في منشور له على منصة اكس ان تمرير اي اتفاقيه دفاع مشترك مع السعوديه سيحتاج الى تصويت 67 نائبا في مجلس الشيوخ حتى تصبح الاتفاقيه ملزمه. ورجح جراهام ان يدعم عدد قليل مثل تلك الصفقه اذا لم تتضمن تطبيع العلاقات بين السعوديه واسرائيل. وتاتي تصريحات جراهام ردا على تقارير بشان توجه السعودية نحو إبرام صفقة دفاعية مع الولايات المتحدة لا ترتبط بإسرائيل. أرحب بضيفي معي من الرياض الكاتب والباحث السياسي سيد جاسر الجاسر ومن القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم. سأبدأ بداية مع سيد جاسر الجاسر. سيد جاسر دعني ابدا معك بهذا السؤال المملكه العربيه السعوديه تريد اتفاقا ثنائيا مع الولايات المتحده وهذا ما قاله الجانب السعودي ممثلا بوزير الخارجيه الجانب الامريكي قال نحن قريبون من التطبيع هل نحن نتحدث الان على اختلاف تصريحات فقط ام على ارض الواقع هناك شراكه ستكون فقط ثنائيه بين الجانب السعودي والأمريكي بشكل مباشر يعني لا يتضمن الجانب الإسرائيلي أو موضوع التطبيع مساء الخير ماجد طبعا الربط بين الاتفاقية الثنائية الأمنية السعودية الأمريكية والتطبيع هذا ربط في التصريحات الأمريكية ليس ربطا سعوديا المملكة العربية السعودية حينما طلبت أن تشك أن تقوم أو تنشأ هذه الاتفاقية أو أن يتم التعاون على هذا الأساس هذه كانت قضية ملحة واستراتيجية بالنسبة للمملكة غير مرتبطة لنأخذ المسألة مسويين أولا التطبيع موافقة المملكة عليه قائم على مسارين ثابتين لا يعني اختلاف عليه الهدف الأول هو للدولة الفلسطينية والنقطة الثانية تحقيق الاستقرار في المنطقة ليس هناك يعني رغبه او لهفه سعوديه على التطبيع بمعناها العادي فاذا لم يتحقق هذا لم ي... لن يكون هناك يعني لن يكون هناك تطبيع الاتفاقيه الامنيه آه، واشنطن اضافتها جعلت انه هذا هذا المحور انه قيام دوله التطبيع مع اسرائيل الاتفاقيه الامنيه ان هذا الملف يتكون من هذه الاجزاء الثلاثه مترابطة هذا ليس ترابط عضوي المملكه حاجتها للمساله الامنيه والاتفاقيه الامنيه وتحصين يعني منطقتها دفاعيا وتنميه قدراتها العسكريه وتدريب كوادرها هذا هدف استراتيجي للمملكه وضعت واشنطن الخيار الاول ولكن ليس الخيار الوحيد وبالتالي لو تمنعت واشنطن او حتى لو فرضنا غدا انه لم يتم التصويت واعتقد ان هذا صعب فالسعوديه لديها خيارات اخرى هي حرصا على العلاقة الاستراتيجية وليس يعني تفضلا من الولايات المتحدة وليس انه شرطا لتحقيق هذه المسألة هذا غير صحيح اذا لم تقم واشنطن بتحقيق هذه الاتفاقية اهلا وسهلا رحبت اسرائيل واندمجت في العمليه لا باس لا ضير هذا خطوه جيده لم ترحب ولم توقف عدوانها ولم تلتزم بهذه المساله فان بالتالي خيارات المملكه متعدده وهي لن تنتظر ولا ولن تتوقف على يعني القرار الامريكي ولعل التصريح من بلينكن هذا التصريح السريع هو خشيه ان المملكه تدير وجهها الى جهه اخرى وتبحث عن خيارات هذا خيار المملكه هذا هذه مساله ملحه واستراتيجيه وليست مرتبطه بخطوات اخرى، ان لم ترضى واشنطن هناك من من يرحب ويرغب وعلى استعداد لتقديم الخدمه ذاتها والمتطلبات ذاتها بما يحقق مصلحه المملكه بشكل اساسي. طيب السيد يوني بن مناحم الجانب الاسرائيلي كان فرحا للغايه في مساله وجود حديث عن التطبيع، راينا السابع من اكتوبر، راينا ما يحدث في قطاع غزه من اعداد قتلى من الفلسطينيين، ضغط كبير من المملكه ومن كل دول العالم لايقاف يعني هذه العمليه العسكريه وايقاف ما يحدث في قطاع غزه الجانب الاسرائيلي كيف يشاهد هذه المساله هل هو مستعد لتحد يعني لتحقيق رؤيه المملكه العربيه السعوديه مع الجانب الامريكي في وقف هذه الحرب في قطاع غزه تحديد مسار واضح لاقامه الدوله الفلسطينيه هل الاسرائيليين كسياسه كرئيس وزراء كاحزاب مستعدين لذلك في هذا التوقيت أم لا لا أعتقد ذلك نتنياهو لا يستطيع أن يوقف الحرب دون تحقيق الأهداف التي قرر عليها المجلس الأمني المصارغ الإسرائيلي وهي إعادة جميع المخطوفين الموجودين لدى حماس والنقطة الثانية تدمير البنية العسكرية التحتية لحماس لأن إسرائيل لا تستطيع أن تمشي باتجاه السلام وتعيش إلى جانب قطاع غزة وحماس التي تعتبر حركة إرهابية هي عايشة إلى جانب دولة إسرائيل وكما يقولون كبار في حركة حماس يريدون ارتكاب الجميع من المزيد من المجازر في المستقبل ولذلك الشيء الضروري جداً هو تفقيق القوة العسكرية لحماس وإعادة المخطوفين ودون الحصول على ذلك لا تستطيع إسرائيل أن تمشي بأي اتفاقية سلام مع السعودية وخاصة أن المملكة السعودية تطالب موافقة إسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية اليوم في عقاب المجزرة التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر أغلبية الشعب الإسرائيلي تعارض إقامة الدولة الفلسطينية ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن أن يتقدم في هذا الموضوع دون موافقة الشارع الإسرائيلي لكن في مسألة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي طبعا 1967 والمبادره العربيه، هل اسرائيل تتقبل ذلك مقابل التطبيع مع المملكه العربيه السعوديه ام لا؟ لا اعتقد ذلك لانه اقول لك ايش المشكله؟ يعني ما حدث في السابع من اكتوبر حتى هذا اليوم هو يدل بان اذا كانت الدوله الفلسطينيه من سيسيطر على هذه الدوله هي حركه حماس هذا الشيء غير معقول ان اسرائيل توافق ان 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 تقام دولة فلسطينية ويحكمها تحكمها منظمة ارهابية التي قامت بهذه المجازر في الشعب اليهودي هذا شيء غير مقبول ليس هناك اي ضمان بان يعني اذا تنظر الى استطلاعات الراي العام الفلسطينية ترى بان نعم. اغلبية في حالة اجراء انتخابات في الضفه والقطاع ستفوز حركه حماس وحتى اذا ما فازت راينا ما حصل في 2007 عندما انقلبت حماس على السلطه الفلسطينيه في قطاع غزه وطردتها بالقوه طيب. من القطاع واستولت على القطاع بالسلاح آه طيب ابقوا معي ضيوفي ساذهب الى مزيد من زوايا ما يحدث الان حول هذا الملف إذ وصف وزير الماليه الاسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الضغوط التي تمارس لاقامه دوله فلسطينيه بالعدوانيه. وقال السياسي اليميني المتطرف ان الضغط الدولي لاقامه دوله فلسطينيه يعد ظلما على المستوى التاريخي للدول الغربيه، وصف هذه الضغوط بانها مكافاه فظيعه للارهاب وتشجيع لاعداء اسرائيل. وصف الدوله الفلسطينيه بانها سوف تكون دوله ارهابيه وستشكل خطرا على اسرائيل يبدو ان مسار التطبيع بين المملكه العربيه السعوديه واسرائيل يسلك مسارا مختلفا عبر تكريس اتفاق ثنائي بين المملكه والولايات المتحده ثم ضمت الابيب اليه فماذا يجري تسارعت المفاوضات بين واشنطن والرياض في الاسابيع الاخيره مما خلق جوا من التفاؤل في صفوف العديد من المسؤولين الرسميين في البلدين بشان امكانيه الوصول الى اتفاق في غضون اسابيع وتقول المصادر ان الاتفاق المحتمل سيشمل اتفاقيه دفاع مشترك وسيمنح الرياض إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية المتقدمة التي كانت محظورة في السابق لكنه أمر سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في السياق قال السناتور الجمهوري لينسي جراهام أن تمرير أي اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية سيحتاج إلى تصويت 67 نائبا في مجلس الشيوخ ورجح جراهام ان يدعم عدد قليل مثل تلك الصفقه اذا لم تتضمن تطبيعا للعلاقات مع اسرائيل. في المقابل تقول المصادر ان السعوديه ستوافق على الحد من التكنولوجيا الصينيه من الشبكات الاكثر حساسيه مقابل الاستثمارات الامريكيه الكبرى تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي، اضافه الى الحصول على مساعده امريكيه لبناء برنامج نووي مدني. ووفق صحيفة غارديان البريطانية بمجرد تسوية الولايات المتحدة والسعودية اتفاقهما سيقدمان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيارين أما الانضمام إلى الصفقة شرط إنهاء حرب غزة والموافقة على حل الدولتين وإما البقاء خارجها لكن رغم التفاؤل لا يزال الاتفاق النهائي محفوفا بعدم اليقين خاصة إذا اختار نتنياهو عدم الانضمام إلى الاتفاق والمضي قدما في اجتياح رفح والتمسك برفضه لحل الدولتين وسيصعب ذلك مهمة إدارة بايدن بإقناع الكونغرس بجدوى الاتفاق يؤكد الخبراء أن إتمام الصفقة بين المملكة والولايات المتحدة ومن بعدهما إسرائيل سيعيد تشكيل الشرق الأوسط وإلى جانب تعزيز أمن السعودية وإسرائيل وتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة سيؤدي إلى إعادة تحجيم الدور الصيني ويشكل رادعاً للنفوذ الإيراني أرحب بضيفية مرة أخرى من رياض الكاتب والباحث السياسي سيد جاسر الجاسر من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم سيد جاسر إذا يعني تبدو الملامح واضحة من ناحية أن المملكة تريد علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة في الاتفاقية الأمنية أو العسكرية هذه والوصول إلى أسلحة محظورة ربما نتحدث عن طائرات الاف 35 او حتى اكثر من ذلك، لكن يبدو ان القرار لن يمر اذا لم يشمل الجانب الاسرائيلي على مستوى الكونغرس الامريكي وعلى مستوى صانعي السياسه. هل المملكه متفائله حول هذا الامر بشكل خاص؟ ماجد كما ذكرتني ناخذ المساله من زاويه اخرى. هل يعني اصرار واشنطن على ربط هذه المساله بالتطبيع هو يعني معيق او يشكل مساله جوهريه بالمملكه؟ لا لا اعتقد انه يشكل، المملكه حينما طرحت الحاجه الى مثل هذه الاتفاقيه فضلت واشنطن، واعيد اكررها، فضلت واشنطن لكن لن تنتظر انه مسار ان يكون هناك تطبيع او عدم تطبيع، ولن تنتظر انه قرار الموافقه هذه مسؤوليه الحكومه الامريكيه تنجح في ذلك او ما تنجح تمرر القرار من خلال اتفاقيه من خلال الكونغرس او تفشل هذه قصه اخرى تخص الامريكيين لا تخص السعوديه المملكه نعم نحن حريصون نحن لكم الاولويه انتم افضل شركائنا راغبون نكون نعمل سويا لكن هذه مساله حيويه بالنسبه لي انا لن انتظر الى ان تتم جزء احد عوامل الاستقرار اللي هو الكفاءه الدفاعيه الاحتراز، الحصانه، هذه الحصانه لابد ان تتوفر احنا، المملكه اليوم ودول الخليج لعلك تذكر ماجد بيان دول الخليج الاخيره انها بدات تشكل يعني توجهات عسكريه مشتركه كقوه دفاعيه، قياده مم. مشتركه تعمل على هذا الاساس وان تكون تحصن المنطقه، المنطقه معرضه لتهديدات متعدده، والمنطقه خطره، هل تت... تترقب الدول أو تترقب المملكة أن تقف إلى حين أن يكون هناك حكومة إسرائيلية غير متطرفة يعني مثلا مقابل أو حكومة أكثر مرونة لتحقيق ذلك المملكة نعم تقولنا حريصون لكن إذا لم يتم ذلك سنبحث عن غيركم وهذا جزء من أه يعني الحرص الأمريكي أو الاندفاع الإدارة أه الأمريكية في تمرير الفقير أه الآن من يسمع لك يذهب إلى خيارات واضحة هي الصين روسيا خيارات واضحه لبناء سواء البرنامج النووي المدني او حتى الاسلحه المتقدمه التي تنافس الاسلحه الامريكيه هل ممكن ان يحدث ذلك اذا ما اصرت اسرائيل والولايات المتحده على مساله التطبيع بدون قيام الدوله الفلسطينيه وهل من المنطقي ان ترتهن السعوديه الى قرارات معلقه وان تترك يعني مناخها وفضائها وضعها مهددا في كل الاحتمالات مقابل ان يتحقق ذلك؟ لا. لماذا سارعت الاداره الامريكيه في العمل على هذا المساله؟ لماذا صرح بلينك هناك اتفاقيه ثنائيه؟ انا اعتقد ان الجانب الاول هو الحرص على التمسك بالمملكه ولا يعني ان يتم الاتفاق معها ولا تذهب، بغريق. المملكه اثبتت انها قادره على اتخاذ خيارات مختلفه. ليست مرتبطة عضويا بواشنطن هذه نقطة مهمة واشنطن خيار وليس الوحيد أحد الأبواب المفضلة باب مفضل لكنه هناك أبواب أخرى مفتوحة إذا تعطل هذا الباب أو أغلق أو ورب إذا لم يكن لن ننتظر المملكة في هذا المسألة ولذلك حرص الإدارة أن تخشى أنه إذا تحققت أو إذا قامت السعودية بهذه الالتفاتة إلى جهة أخرى فأن هذه العلاقه الاستراتيجيه تتخلخل الوجود الامريكي في المنطقه سيضعف ستظهر قوه اخرى ستعاد تشكيله وبالتالي امكانيه القيام باي جهد امريكي في المنطقه سيتبخر <applause> والخساره هنا يتقع تقع على واشنطن بالدرجه الاولى، اذا استطاعت طبعا لا يوجد مفاوضات بين السعوديه واسرائيل لكن اذا استطاعت واشنطن ان تضغط على الحكومه الاسرائيليه وان تدفع بها الى تحقيق الدوله الفلسطينيه، الدوله الفلسطينيه لا مناص منها ولا تراجع، هذه مساله حق طبيعي، نريد الاستقرار في المنطقه هذه البوابه، نريد ان تبقى الحروب بهذا الشكل هذه خيار اخر، هذا لا. الخيار اللي تطرحه اسرائيل الان مثلا في المهاجمه وفي المقابر الجماعيه وفي هذا لا يحل المشكله. حماس طيب. هي مشكله هي مشكله لكن قتل الفلسطينيين وتدمير فلسطين ليس الحل، اذا لنصل الى نقطه العقلاء نعم ثمن الاستقرار الوصول الى تفاهمات، بدون هذه التفاهمات لن يتحقق المساله، ولذلك خيارات الاتفاقيه الامنيه انا اعتقد انها ستمضي اذا كانت الحكومه الامريكيه قادره على تمريرها هذه خطوه ايجابيه ولعل تنجح ويبدو ان اعلان بلينكن انا اعتقد ان هناك يعني نوعا من الضمانات او الاتفاقات المسبقه مع الاعضاء للوصول لان هذه علاقه محوريه ان انهارت طيب. خسرت الولايات المتحده موقعها ونشاطها في المنطقه سيد يوني حديث سموتريتش وحديث كثير من الوزراء المتطرفين في حكومه نتنياهو هي ضد مساله الضغط على اقامه الدوله الفلسطينيه وقال هذه يعني دوله ستكون ارهابيه هذا النوع من الفكر الى اي مدى يجعل اسرائيل رافضه لاي فكره حل وبالتالي ربما لا نرى حل وأيضا في نفس هذا الإطار هل ممكن أن تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة إذا لم تشرك في هذا الاتفاق الشامل خصوصا من ناحية الكونغرس من ناحية صانع القرار الأمريكي إسرائيل ليس بحاجة أن تضغط على الإدارة الأمريكية لأن أنت سمعت السيناتور لينسي جرين الذي حكى بصورة قال بصورة واضحة أنه يعني ليس هناك إمكانية لتمرير هذه الصفقة بالمجلس الشيوخ الامريكي بدون مشاركه اسرائيل، انا لا اعتقد بان اسرائيل مستعجله للانضمام الى هذه الاتفاقيه الثلاثيه بين الولايات المتحده والسعوديه. ولذلك كل ما يحدث هو اولا لانه الرئيس بايدن يستعجل لانه هو يريد انجاز سياسي بسبب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ولكن هذا غير معقول أن هذا الشأن يأتي على حساب أمن دولة إسرائيل يعني إسرائيل سيد يوني ما... أنت... دعني أسألك دائما كان هناك مقترحات كان هناك المبادرة العربية كان يعني المبادرة العربية تشمل 52 دولة ل... لكي تفعل تطبيعا كامل مع إسرائيل مقابل إعطاء الدولة الفلسطينية الاسرائيليون لماذا لا يريدون هذا الامر؟ يعني منذ عقود هو غير مرتبط بالسابع من اكتوبر، لماذا لا يكون حل في ضمير صانع السياسه الاسرائيليه بان يقوم بهذا السلام وبالتالي تنحل الامور، هل هي مساله عقيده؟ يعني ما الخلاف هنا؟ لا لا م. لا بالعكس عليك ان تذكر في 93 معظم الشعب الاسرائيلي ايد اتفاقية اوسلو. التي تم التوقيع عليها بين اسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينيه والتي شمل اقامه دوله فلسطينيه ولكن ماذا حصل؟ حصل انه حماس انقلت هذه الاتفاقيه اتفاقيه اوسلو وبدات بعمل المبادره العربيه روسطيني. سيد يوني المبادره العربيه لماذا المبادرة لم يتم الموافقه المبادرة عليها؟ المبادره العربيه اقول لك انه هي من قبل 20 سنة هي بحاجة لتغيير وتطبيق هذه المبادرة حسب الظروف الموجودة اليوم في المنطقة ومن ثم نستطيع أن نتحاور حول هذه المبادرة فيعني في هناك رغبة حقيقية على المملكة السعودية بحصول على الاستقرار والسلام والشعب الإسرائيلي يريد ذلك واليوم لكن اليوم الظروف تغيرت يعني ما حصل صابب أكتوبر آه هذا هو زلزال كبير في الشرق الاوسط وتغيرت كل الظروف، اليوم عندما نتكلم عن دوله فلسطينيه نتكلم عن دوله حمسويه وهذا ليس اي انسان في الشارع الاسرائيلي يقبل بذلك والمستوى السياسي في اسرائيل لا يستطيع ان يقبل بذلك لانه الشارع الاسرائيلي يرفض ذلك. طيب هذه نقطه آه نعم. علينا ان نفهم يعني هذه نقطه بالذات. طيب كنا قد طرحنا السؤال التالي عبر منصاتنا، هل يمكن ابرام اتفاق امني سعودي امريكي بعيدا عن مسار التطبيع مع اسرائيل؟ جاءت الاجابه كالتالي، 49% قالوا نعم، سيتم توقيع شراكه بين واشنطن ورياض بعيدا عن اسرائيل. 51% من المصوتين استبعدوا ذلك، وهذه تعد نتائج متقاربه للمستطلعات آراءهم للتعليق باختصار سيد جاسر في دقيقه كيف تعلق على نتائج هذا الاستطلاع؟ يعبر طبعا عن طريقه تغير الاداره الامريكيه، الاداره الامريكيه اللي كانت متصادمه مع المملكه تغيرت كثيرا وادركت خطاها وعادت وبخطوات حثيثة إلى الجانب هذا قناعة عن دور المملكة أنا أعتقد هذا التصويت قناعة عن دور المملكة وتأثيرها وقدرتها وخياراتها المتعددة وخيارات واشنطن المحدودة التي ستدفع بقوة إلى أن تتم هذا الاتفاق حتى لو كان بمعزل عن إسرائيل وبمعزل عن التطبيع طيب سيد يوني ما تعليقك على هذا الاستفتاء لأنه يبدو متقارب يعني البعض يقول سيكون هناك اتفاقية أمنية خارج مسار إسرائيل والبعض يقول لا لن تمر على مستوى الكونغرس أيهما أكثر ترجيحا باعتقادك لا لن تمر عن طريق الكونغرس وهي والسعودية هي ستفهم ممكن هي تفهم الآن يعني إنه هذا كل هذه الغربة الأمريكية هي بسبب الانتخابات الغياسية ورئيس بايدن في مأزق ويبحث عن أي إنجاز سياسي في الشرق الأوسط لأنه سياسته كانت فاشلة في الشرق الأوسط وأيضا معاملته مع السعودية والمعاملة الشخصية مع ولي الأهد الأمير محمد بن سلمان كل هذا الشيء كان سيء جدا واليوم هو يتغير ويقول بأنه يريد اتفاقية أمنية وهذا كله بسبب الانتخابات القياسيه ليس اكثر من ذلك طيب ربما اختم مع السيد جاسر بشكل سريع جدا سيد جاسر الاوضاع الرغبات السياسيه في داخل اسرائيل هل تعتقد انها تشجع لسلام حقيقي ام انها مبتعده عنها على عجاله الوضع الحالي لا يشجع اطلاقا وهذا خطا استراتيجي ترتكبه اسرائيل وسيؤدي الى توتر مستمر ودائم في المنطقه طيب أشكرك جزيلا ضيفينا سيد جاسر الجاسر كان معنا من الرياض وسيد يوني بن مناحم أيضا من إسرائيل شكرا جزيلا لكما